السلام عليكم. في هذه الحلقة سوف نتطرق لموضوع الهالات السوداء اللي كتكون حول العينين. هذه الهالات سميت سوداء حيت هي اللون ديالها قريب للون الأسود، ولكن ماشي بالضرورة، يكفي فقط يكون لون الجلد حول العين مختلف عن باقي اللون بشرة الوجه. والهالات السوداء هي صراحة كتسبب مشكلة نفسية ومشكلة جمالية، حيت كتعطي واحد الصورة غير صحية للشخص، كتبان البشرة ديالو بحال اللي متعبة، ويقدر يوصل الامر الى ان الشخص يبان كبير من اللاج الحقيقي ديالو، او اللي يبان بحال الليل كامل وهو سهران. بون، الهالات السوداء عندها بزاف ديال الاسباب، ولكن واخا كاين اسباب متعدده فالنتيجه كتبقى واحده. اول سبب اللي يقدر يكون محتمل وهو انها ما كتنعش الساعات الكافيه، وماشي غير عدد الساعات اللي مهمين، راه حتى جوده النعاس كتلعب دور. يعني حاول ما تعملش ديك العادات ديال النوم الخاطئه عن طريق انك تنعس بالليل وبكري، وهي كما سمعتي تنعس بكري، زائد تنعس في مكان ما فيهش صداع، ويستحب يكون ديك المكان فيه الظلام بزاف. وايضا ما تناولش وجبه العشاء وتمشي تنعس ديريكس، نو نو، داكشي حتى واحد ما كاين صاحبه. السبب رقم جوج عنده علاقة بالتغذية، يعني ربما الأكل والشراب ديالك ماشي صحي، والنصيحة اللي نقدر نعطيه هي الواحد يرد البال لراسو شني كياكل وشني كيشرب، لأن هناك قاعدة في عالم الصحة تقول المرء هو نتاج ما يأكل. هاد جوج الأسباب إذا اللي ذكرناهم إذا اجتمع في نفس الوقت راه يقدر يرجعوك إنسان متعب ومرهق، وبطبيعة الحال إنسان بلا إنرجي ما يقدر يعمل حتى شي حاجة، والنهاية معروفة تؤدي إلى المشاكل النفسية. السبب رقم ثلاثة هو أنك يقدر كتعمل شي عادة مضرة بالعين، بحال مثلا أنك كتحك أو كتفرك عينك بكيفية مستمرة أو لا بقوة، والعادة مع الأيام كتسرع حاجة، ولهذا أتونسيون. السبب رقم أربعة هو أشعة الشمس. الواحد إذا كان كيتعرض لأشعة الشمس بكثرة راه ممكن تكون عنده الهالات السوداء، لأن الجلد اللي كيكون حول العينين هو ضعيف مقارنة بجلد الوجه. أوكي، والواحد إذا كان عليه ولابد يتعرض لأشعة الشمس إما بحكم العمل مثلا، راه من الأحسن يعمل التدابير ديالو بحال أنه يلبس القبعة أو الشابو والنظارات الشمسية، ولكن تكون دوريجين أو لا بالناقص منها، وما تستهنوش بالأمر الخوت. واخا نور الشمس صحي، راه التعرض له بزاف راه يسبب أضرار ويساهم في دور التجاعيد بسرعة. السبب رقم خمسة هو الإفراط في شرب المنبهات اللي هما الكافي وآتاي، حيت كوب أو لا كأس واحد خلال اليوم راه كافي. السبب رقم ستة يقدر يكون الشخص مرضي والله يحفظ، إما بفقر الدم ولا بشي مشكل في الجهاز التنفسي، أو بالضبط يكون بروبليم بنسبة كبيرة على مستوى الجيوب الأنفية. إذا كان شي واحد كيحس براسو مرض بهادشي، أول حاجة يتأكد ومن بعد خصو ياخد العلاج. أوكي، بالإضافة للأسباب اللي ذكرناها راه ممكن تكون الهالات السوداء بسبب تقدم في العمر أو للوراثة. والواحد إذا بغى يحافظ على جماله ونضارة هيئة الوجه ديالو بما فيها المنطقة اللي كتكون تحت العينين أو حول العينين لأطول فترة ممكنة، فمن الأحسن يتجنب الأسباب اللي قلناها، وطبعا يعمل باله باللي خصو يشرب الماء بكثرة. فوالا، إذا شفت الحلقة مفيدة فلا تتردد في الضغط على زر اللايك دعما لمحتوى القناة، تخلينا الرأي ديالك في التعليق. شكرا على المشاهدة.